جاهلان أهلا أهلا. وبناء عليه ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه، فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الثلاثاء الأول من شهر رمضان من عام 1442 للهجرة. كل عام وانت بخير يا أبوي، الله يقبل منا صيامنا وقيامنا. وانت بألف خير يا أحمد، ايش رايك نروح نجيب أغراض رمضان دامنا بالسوق؟ قدام يا أبوي يبشر. السلام عليكم. أبيك جهز الأغراض اللي بقول لك عليها ولا تنسى ولا شيء. ابشر يا عمي، عطني ربع ساعة وتكون كل الأغراض جاهزة. شلونك يا أحمد؟ هلا سليمان، كل عام بخير. ليه وش فيه؟ يا ولد بكرة أول أيام رمضان، أنت وين عايش؟ يا رجال فكرت في شيء مهم، ما انت خبرني ما صوم يا احمد. افا عليك، على الاقل انوي نيه خير، ايش فيك كذا؟ ما علينا، انت وين؟ والله جالس اشتري اغراض انا والوالد. اي اجل بس تخلص كلمني خلنا نطلع نتمشى. كذا اتوقع ما ينقصنا ولا شيء، جبنا كل الاغراض، خلنا نرجع للبيت الحين. والله ما تجيبني يا راعي سناتها، ورني ومراتلك. الله يعيننا على الصيام أول يوم برمضان بهذا الحر. هلا والله بأحمد. يا رجال خاف ربك، أنت تشغل أغاني برمضان والله حرام. خلنا نفلها شوي يا رجال. اتفلها بالاغاني، اقول سوق وانت ساكت. اخيرا نزلته، خلنا اوقف في مكان ما يشوفني حد فيه وادخن، احس راسي بينفجر. ان من افطر عمدا في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني وشر من مدمن الخمر ويظنون به الكفر والزندقه والانحلال، كل ذلك لما استقر في قلوب المسلمين صغارا وكبارا عظيم حرمه الشهر، وان حرمته تكون في صيامه كما أمر الله جل وعلا في كتابه وكما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عذرا بينه الله. باقي دقيقة ويأذن المغرب، الله يقبل منا جميعا وإن شاء الله يكون صيامنا مقبول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله توقعت انك ما رحت على شغلك اليوم.
اي والله اخذت اجازه اول يومين برمضان علشان موجه الحر. خير ما سويت. ها وين نروح؟ خلنا نروح عند السيل نضيع وقت. يا اخي ليش تاخرت علي اليوم؟ كنت مواعد البنت اللي خبرك فيها ورحت شفتها وجيتك. يا رجال والله تعبت وانا انصح فيك تشغل اغاني وتقابل حريم، وما استبعد انك تفطر برمضان لان ريحة موترك كلها دخان. انت مكبر الموضوع شوي عن حجمه. لا مكبره ولا شيء، راح تندم على اللي تسويه وبتشوف يا سليمان انه كلامي صحيح. طيب خلنا نروح دقيقة وارجع لك. خذ راحتك. هلا يبا عامر. تعال بيوصل معك مشوار سريع. ان شاء الله ما بطول عليك. يا اخي هذا وين راح؟ شفت عاد انه كلامي صحيح وانك مفطر برمضان. اسمع علي، لا اشوف وجهك بشهر رمضان كامل الا اذا تعدل حالك. تعال وصلني للبيت، ما ابي اشوف وجهك. يا اخي على مهلك، تبي تموتنا انت؟ ما أقول غير الله يصلح حالك ويرجعك لعقلك. الحمد لله أخيرا خلصت شغل، خلني أرجع البيت والله أني تعبت. والله ما أرد عليك يا سليمان لين ترجع لصوابك وتبطل طيشك. سيارتك موجودة وما تبي ترد، خلك براحتك يا أحمد. هذا راعي سناته ما غيره، والله لا ما أرد أغلحي، خلنا نستفزه في الشغل اللي بيه. وقت علي دنيتي يا صاحبي مات الغرى ندمان وعيوني دمع محد النظر محد
قلبي شمع ما عاد شموعه. يا ساتر وش اللي صاير هنا؟ خلنا ندق على آخر رقم وكلم الرجال. ألو السلام عليكم. هلا سليمان. وعليكم السلام. أنا مو سليمان، أنا الدكتور، أكلمك من مستشفى المدينة. صاحب هذا الرقم صار معه حادث وحالته صعبة، وهو حاليا بغرفة العمليات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا جايكم الحين. بشر يا دكتور، صار شيء لسليمان؟ هو حاليا بغرفة العمليات، ولو تأخرنا عليه شوي كان خسرناه، وإن شاء الله يقوم بالسلامة. ما في شيء تقدر تسويه حاليا غير أنك تدعي لربنا يعديه على خير. الله يسمع منك يا رب وما يصير له شيء. رحت للحادث وقالوا راعي الإجرة مزعفينه، حولوه وحالته خطرة، يكود الله رحمها. قلت وش به؟ قال الصدمة مكسرتنا يدينه، واحد من فعلين الخير مش ما راح حزمها. تكفى يا دكتور طمني. والله ما ادري وش بقول لك، بس الحمد لله المريض تعدى مرحله الخطر وما في خطر على حياته الحين، لكن الضربه اثرت على العمود الفقري وهو حاليا ما يقدر يمشي نهائيا، وما اتوقع انه بيرجع يمشي على رجوله. لا حول ولا قوه الا بالله، هذه اخر الطيشه، لكن الحمد لله. تكفى يا دكتور، خلني اشوفه واتطمن عليه. ما في مشكله، بس حاول لا تتعب وتطول عنده. شفت يا احمد خويك ايش صار فيه، وشوف كيف ربنا عاقبني وصرت مقعد، يعني خلاص خويك ما عاد يحلم يمشي على رجوله. قول الحمد لله يا رجل، الدكتور يقول لي لو تأخروا عليك كنت بتروح من يدينا، والحمد لله انها جت على كذا. الحمد لله رب العالمين، ووعدك يا احمد انه خلاص من بعد هذه اللحظه بتوب وبرجع لعقلي، ربنا اعطاني فرصه اكفر فيها عن ذنوبي. خلنا ندق على سليمان واعزمه على الفطور. الله اكبر الله اكبر الله.